كتير دارج هلأ موضة الجولاين، كيف بنضعف الجولاين ومبينه بطريقة أحلى؟ شوفوا هيدا الهاك بالفيديو. رح نستعمل بارادايس برونزر من لوريال لنعمل هيدا الهاك. أهم شي بهيدا الهاك هي الطريقة اللي بنعمل فيها الابليكيشن للبرونزر. شو لازم نعمل؟ كأنه عم نكتب حرف العين بالعربي، بنزل هيك بنرجع بنودها. هذه كانت الهاك، خبروني إذا حبيتوها وحتجربوها.